تنص المادة 40 من الدستور الجديد على حماية المرأة من العنف بكل أشكاله، سواء في الأماكن العامة أو في المجال المهني أو في الحياة الخاصة، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدات قضائية. الدولة الآن بمؤسسات مختصة متجهة إلى سن قوانين جديدة، استحداث نصوص تنظيمية وغيرها، وكذلك إنشاء تمكين النساء من آليات المساعدة القضائية، بحيث أنه حتى المحامين لما يدافعوا على النساء الدفاع يكون مجاني، يعني أو تتكفل به النيابة العامة والمجالس القضائية والمحاكم. أحزاب سياسية أكدت أن المرأة معنية في كل مادة موجودة بالدستور الجديد، وأن المادة 40 تحمي المرأة وتكفل حمايتها من كل أشكال العنف. نلاحظ أن هناك نوع من التحرش، نوع من العنف اللفظي، فالمشرع الجزائري الآن أراد أن يستدرك هذه النقطة أو يستدرك هذه الفاصلة، ونشوف المادة 40 اللي هي تحمي المرأة. أنا أعتقد أن المرأة موجودة، هي معنية بكل مادة موجودة في الدستور. يوجد من المواد ما يفرح، ويوجد بعض المواد من نقدر نقوله كان واحد الحق آخر نسيناه، وهو حق الأمومة. يوجد الأم الماكثة في البيت، لا يجب أن ننسى حقها. وحرص الدستور الجديد في ديباجته على أن يضمن حقوق المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها نصف المجتمع وأساس الأسرة.